السلام عليكم. فكرة الفيديو ازاي اعمل امبورت لكل اسماء اجهزة الكمبيوتر اللي موجودة في الاكتف دايركتوري من الاكتف دايركتوري لاكسل شيت. ده الدومين وعندي 2 اكونت كمبيوتر. هفتح الباور شيل run as administrator وهكتب الأمر ده. هكتب هنا ما بين سيمي كولم الباص اللي هحفظ فيه الاكسل شيت، هحفظه على البارتيشن دي وهيكون اسمه كمبيوتر دوت سي اس في. دول اسامي الجهازين اللي عندي وده اسم الدومين. هدخل على الدي هلاقي الملف اكسل بقى موجود وهلاقي اسامي الاجهزة بقت موجودة عندي. شكرا.